أهلا بجميع الأصدقاء اللي يتابعوني على قناة أكواد. طبعا الجميع عنده مشكلة بأداة الـ TFT Tool، مثل ما نشوف حاليا إذا أفتح الأداة، الأداة ما تفتح. طبعا الأداة جدا قوية ومجانية، سابقا كنا نشتغل عليها. مثل ما نشوف راح تظهر عندك هاي الرسالة، تضغط على أوكي. إذا ضغطت على يس راح يفتح عندك على أساس الـ VPN، يقول ماكو انترنت عندك، فتتصل بالفي بي ان ونفس المشكلة. مثل ما نشوف اتصل في بي ان، الاداة راح تفتح ونفس المشكلة، ماكو، ما اشتغلت الاداة. رستت الاداة وراح ترجع تفتح مرة الثانية. نفس الحالة، No Internet Connection. فاللي تسوي بكل بساطة تحذف الأداة. بالبداية تحذف الأداة، تجي على الكمبيوتر، أو خلي نجي على الكنترول بانل. طبعا على ذيس كمبيوتر تقدر تجي بالويندوز 10، من هنا على الكمبيوتر من أن انستل اور تشينج بروجرام، تجي تبحث عن الأداة، تكتب TFT، هاي الأداة راح تمسحها. تحذف الأداة. بعد ما حذفت الأداة راح تنزل الأداة اللي راح أخليها إليك، رابطها بصندوق الوصف. طبعا بالبداية تجي توقف الأنتي فايروس، تجي من هنا أو جدار الحماية. أنا عندي حاليا هنا بس جدار الحماية، راح أضغط عليه فتحة، أجي على فيروس أند ثيرت بروتكشن، بعدها أجي على المانج، من المانج أضغط على هاي الأون، راح أطفيه، أضغط على أوكي. حاليا وقفت جدار الحماية، هاي الأداة أضغط عليها دبل كليك. بالبداية أنصب الأداة الفيرجن الثالث، دبل كليك، دبل كليك كذلك، خلنا نصبها من هنا، أو تستخرجها وتنصبها ماكو مشكلة. أضغط على يس. طبعا هنا أنا راح أوافق على الشروط، وتنصيب عادي كله نيكست. الباسورد TFT، طبعا كابيتال TFT، بعدها نيكست نيكست. خلي نسخة على سطح المكتب، انستل. انتظر يكمل التنصيب. طبعا الأداة انا راح اخليها لكم مضغوطة، واخلي باسورد بيها. الباسورد مالتها اكواد، هذا الباسورد مال الأداة، والاغلبية راح يسألني بالتعليقات على باسورد الأداة. هذا الباسورد راح اكتبه لكم، حتى من تنزلها لا يحذفها عندك الانتي فايروس. هذا الباسورد راح اخليه لكم للأداة، تمام. انتظر التنصيب يكمل. اضغط على فينيش. بعد ما اكتمل التنصيب راح تيجي تفتح الأداة، نفس المشكلة، ما انحلت عندك المشكلة. مثل ما نشوف نفس الشيء، يقول لك ماكو انترنت، ويرجع يتصل بالفي بي ان. فمن البداية نطلع افضل، اضغط عليه نطلع نهائيا. بعدها راح اجي على ال TFT اصدار 4.4، اصدار 4.6.4.4، كليك كيمن على هذا الملف open file location، طبعا هاي سدها نهائيا no. اجي هنا قلنا open file location، راح يفتح عندي مسار الأداة، استخرج الملف بمسار الأداة، تمام. استخرجته حاليا، هاي الأداة بعد ما تحتاجها تقدر تمسحها،
شيفت وديليت تمسحها. تجي تشغل الأربعة أربعة كذلك ما تشتغل عندك بعد ما استخرجتها، ما راح تشتغل عندك نفس الحالة. شوف، فلس سوي تستخرج السيرفر، هذا السيرفر دبل كليك استخرجه هنا على سطح المكتب. بعد ما استخرجته اجي ادخل على السيرفر، هذا السيرفر تي اف تي، اضغط على يس، انتظره يشتغل، اضغط على يس، اضغط على ستارت. هنا نو، اضغط على ستارت. ارجع على مسار تي اف تي وين هي، وين مسارها. استخرج هذا الملف، خليه على سطح المكتب، الاربعة اربعة شورت كات. شغله، مثل ما نشوف الأداة بدت تشتغل. تمام، حاليا الأداة قاعد تشيك، واضغط على لوجن، أداة راح تفتح حاليا. هاي الأداة فتحت بكل بساطة بهاي الطريقة. تمام، بس إذا سد السيرفر، أغلق الأداة وسد السيرفر، أجي أفتح الأداة تشيكها، ما راح تفتح عندك نفس الحالة. شوف، فاللي تسوي أنت قبل ما تشغل الأداة تجي على السيرفر، تشغل السيرفر بالبداية، تضغط على ستارت، مباشرة الأداة اشتغلت الإصدار الثالث. يا بضغط على يس، هنا يقول لك برس اوكي تو ابديت اكسفل اوكي. راح تشيك، اضغط على كونتينيو، أسد هذا الأبديت حاليا، أرجع أفتح الأداة. ثم نشوف تشيك والأمور طبيعية، ما عندي أي مشكلة. تمام، لوجن، ثم نشوف السيرفر شغال. أداة اشتغلت. طبعا الأداة تدعم الكثير من الأجهزة، والأداة غنية عن التعريف، الكل يعرفها والأغلبية مشتغلين بيها. أتمنى أن أفدتكم بهذا الفيديو، لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم. أتمنى لكم يوم سعيد، تحياتي.